مصيدة السنافر الممتازة. الآن سوف أجربها. أها، إنها تعمل. خليط تحديد بصمات الأقدام يعمل. إنه قوي بعض الشيء، لكن هذا سيسوي الأمر. في النهاية لا فائدة من سنافر محروقين. يا غبي، ماذا يوجد على قطعة الخشب؟ ماذا؟ أين؟ أوه، هذا الشيء. مرحباً، يا لك من صغير لطيف. إنه يحبني. واضح أنه لا يقدر الأشخاص جيداً. هاي، ماذا تحمل يا غبي؟ عجباً، لا أعرف. أيمكنني حمله؟ على بابا سانفور أن يراه أولاً. بابا سانفور يحب أن. ولكن لا توقف. انظر ماذا وجدت يا بابا سانفور. هل أستطيع الاحتفاظ به؟ هذا زغب. لا يا غبي، بالطبع لا. أعده إلى حيث وجدته. أرأيت؟ قلت لك إن على بابا سانفور أن يراه أولاً، لكنك لم تقتنع. لكن بابا سانفور، إنه صغير. الزغب صغير مشكلة كبيرة. هيا أعد. حاضر بابا سانفور. هيا بسرعة، احملوا الحطب، سنعود إلى المنزل. آسف يا زغب الصغير، سأودعك الآن. يجب أن تبقى مسنفراً وإلا فسيكشف أمرنا. آثار أقدام السنافر. لن يطول الانتظار هلول. ماذا ترى؟ أين اختفى هذا الصغير؟ انزل من عندك أيها العلجوم الأزرق. هلول، انظر، ما زال الخليط يعمل. توجهوا مباشرة إلى السد، سنبدأ بإصلاحه. مؤكد أنك جائع يا زغب، أليس كذلك؟ يجب أن أعود إلى العمل. إلى اللقاء. يوهو، يا زغب الصغير، لقد عدت. يا زغب الصغير،
مستعد أم لا؟ أنا آت. مفكر! مفكر، أواجه مشاكل. آسف غبي، لكنه وقت الغداء، ووقت الغداء ليس للمشاكل، إنه للطعام. أترى كما يفعلون؟ إذن ياي، منزلي! من أين جاء هؤلاء كلهم؟ من منزلي. بابا سنفور كان على حق، الزغب يعني مشكلة كبيرة، وسوف يسنفر عندما يعرف أنك خالفت أمره غبي. بالطبع سيغضب، ماذا سأفعل؟ لا أعرف، لكن تصرف، انظر. لا، مختبر بابا سنفور. مرحبا بابا سنفور. هل من سوء يا غبي؟ سوء؟ لا لا لا، فقط المزيد من الحساء بابا سنفور، أو القليل من التحلية، بل أفضل من ذلك، لا شيء أجمل من نزهة قصيرة بعد الغداء. لكنني لم أتناول الغداء بعد، ما الذي يجري هنا يا غبي؟ ها؟ زغب؟ غبي، حذرتك من أن الزغب يثير الشغب. أعرف بابا زنفور، وأنا آسف حقا. إنهم يدمرون مختبري، هيا اجمع كل هؤلاء وأعدهم جميعا إلى الغابة الآن. حاضر بابا سنفور. إننا نقترب يا هلهول، أشعر بذلك. هناك، قلت لك كانوا هنا، ما زال غبار المنشار رطبا. لن يطول الأمر الآن. ابتعد يا زغب، سنفر من هنا. سنفورة، لتتخلصي منهم يجب أن تخيفيهم. راقبي يا أصدقائي، هدية لكم. جمعناهم كلهم يا مفكر. هذا جيد، لنسنفرهم من هنا كما قال بابا سنفور. السكينة والهدوء أخيراً. بابا سنفور، بابا سنفور، بسرعة، الزغبون يتجهون نحو السد. ماذا؟ افسحوا الطريق لبابا سنفور. اخذوا الأصابع، هيا. يعيش بابا سنفور. هاي، بسرعة اجمعوهم قبل أن يستيقظوا. هؤلاء الصغار محقون في أن بابا سنفور، إنهم يستيقظون. لم يعد عندي دواء منوم، ولا وقت لأسنفر دواء جديدا. نجحت، هذا هو ممر السنافر، سيمر السنافر المقرفون من هنا عاجلا أو آجلا، وحين يمرون سنكون مستعدين. لا فائدة يا سنافر، لا نستطيع عمل شيء آخر. هذه هي النهاية، إنها نهاية السنفرة كما نعرفها. وكل هذا بسببي. منسجم، كم هذا فظيع. لا منسجم، تابع العزف أعلى. عجبا، انظروا. أسرع يا منسجم، إنهم يحبون موسيقاك. حقاً؟ هاي، إن ذوقهم رفيع المستوى. لكن إلى أين أخذهم؟ إلى الغابة حيث ينتمون.
اسمع، إن أولئك السنافر قادمون بسعادتهم المقرفة، ولكننا سنضع حداً لهذا. أمسكنا بهم هالهول، أمسكنا بالسنافر. ونظراً إلى وزن الصندوق، كلهم هنا. بابا سنفور، قل لي ماذا سيحل بالزغبين الصغار؟ أنا لا أعرف يا غبي، لنكتشف ذلك. وأخيراً صار السنافر في قبضتي لي وحدي. ابتعدي عني أيتها الكائنات الصغيرة. لقد تمادوا كثيراً. سأقضي على السنافر حتى لو كان هذا آخر عمل في حياتي. لقد صنعتك لتساعديني سنفورة، وقد فشلت، لكن الآن سأنتقم. انظري. بابا سنفور لن يستطيع حمايتك لأنني سرقت منه قدراته. أوه لا لا. بلى بلى. لا لا، ليس بابا سنفور، لم يفقد قدراته، لا يستطيع، يجب ألا يفقدها. إنه كابوس، كان كأنه حقيقي. علي أن أتأكد من أن بابا سنفور بخير. صباح الخير سنفورة، هل تودين فطيرة بالشوكولاتة طازجة؟ لا شكراً أكول، هل رأيت بابا سنفور في مكان ما؟ في الواقع سنفور أكول، متى ستتعلم أن عليك أن تأكل لتعيش لا أن تعيش لتأكل؟ أما بالنسبة إلى بابا سنفور فإنه يعمل في مختبره، وأقول لك إن بابا سنفور يعمل بجهد كبير ليعمل الكل كي لا يكون سنفور مسنفراً. هذا ما الاختبار رقم 15. نضيف 6 نقاط ليمون ونحرك. يا للسنفرة، فشل آخر. نعم سنفورة، أنا بخير. ولكن بابا سنفور، الانفجار كان. لا تقلقي علي عزيزتي، اذهبي الآن، عندي عمل أقوم به. حاضر بابا سنفور. هذا رائع هالهول، بهذه التعويذة أحول المعادن إلى ذهب. هل سمعت هالهول؟ المعادن إلى ذهب. سأصبح غنياً غنياً غنياً. لنرى، أحتاج إلى غرام من سم الحية. نعم نعم نعم. ومع أول طلوع للفجر أضيف نصف كيلوغرام من السنافر. سنافر؟ لا لا، ليس عندي سنافر. نصف كيلو من السنافر الذائبين. لنرى، أي ما يقارب 10 سنافر. سأحصل عليهم، سأحصل عليهم. من الداخل إلى الخارج كسنفور آمركم، كل نبتة أن تنقسم وتغطي أرضكم. هاي، ألا يمكن أن أجد السنفرة في مكان ما هنا؟ لا أفهم أيها السنافر، هناك خطأ ما في تركيبة النمو السريع هذه. أنا أرى أن بابا سنفور يفقد قدراته. ماذا؟ بابا سنفور يفقد قدراته؟ عجباً، كل هذه الحماسة أتعبتني. رائع. ماذا يجري هنا؟ واحد في الكيس ويبقى 9. بابا سنفور، النجدة. وبما أن اليقطين انفجر، أرى أن حلمي المخيف يتحقق فعلاً. ربما بابا سنفور يفقد لمسته، تعرفين، أصبح عجوزاً. عجوز؟ لكنه احتفل بعيد ميلاده 542
42؟ 542، أليس عجوزاً؟ أكره 542. ستكون هذه كعكة لذيذة. لابد من أنني أحلم. مهلاً، ماذا يسنفر؟ هذه الكعكة من غراء. فقط من الخارج أكل الصغير. شرشبيل؟ اثنان في اليد ويبقى ثمانية. هدية أخرى وأكثر سنفرة من هديتي حتى. الاختبار الرقم 23، وما زلت أبحث عن المكون المناسب. أنا لا أرى شيئاً. آمل أن ينجح هذا. يا للسنفرة. علي أن أخبر السنافرة في الحال. لسوء الحظ حصلت على نتائج فاشلة في اختباراتي الأخيرة، لهذا علي الذهاب إلى جبل الضباب لإحضار بعض الجذور الخاصة. بابا سنفور، أرجوك لا تذهب. لا تقلقي سنفورة، سأعود قبل حلول الليل. لا، بابا سنفور يجب ألا تذهب. سنفورة، هل من أمر سيء؟ لا بابا سنفور، كنت أتساءل، ربما أنت بحاجة إلى الراحة. راحة؟ هذا هراء. تصرفوا كسنافرة طيبين حتى عودتي. الآن إلى العمل. ولكن ماذا ستفعل بنا؟ لا شيء أبداً، سأقيس وزنكم بالذهب. 150 جراماً، أنا أحتاج إلى نصف كيلو. فخاخي رائعة، لكنها بطيئة. أحتاج إلى المزيد بسرعة. ولكن كيف؟ يجب ألا نقلق، بابا سنفور سيقذنا. لكن سنفورة قالت لي إن بابا سنفور يفقد قدراته. يفقد قدراته؟ بالطبع. هل هو لا؟ شكرا أيها السنافر، أعطيتموني فكرة كنت أبحث عنها. دمدرمدرا. لعيون السنافر فقط. حسناً، أنا سنفور. هاي، انظروا ماذا وجدت. استمعوا إلى هذا. تحت شجرة الحمراء هذه الورقة البيضاء تحمل أخباراً سيئة عوجاء. يجب أن يأتي 4 سنافر كل ساعة من الوقت، وإلا فسيفقد بابا سنفور قدرته مع الوقت. أرأيتم هذا إثبات؟ بابا سنفور يفقد قدراته. هل تذكرون انفجار اليقطين الكبير؟ والخضار الطائرة التي هجمتنا. علينا أن نفعل شيئاً. اصمتوا. أنا أكره الصمت. أمامنا عمل وحيد نفعله. نذهب إلى شجرة البلوط. هذا أقل ما يمكننا فعله. أنا لا أرى شيئاً. هيا، لن نجد شيئاً هنا يا سنافر. لا أحب شكل هذا المكان، بابا سنفور يقول. انتبهوا. عال عال عال، ماذا لدينا؟ على الأقل نصف كيلوغرام من السنافر التعساء. هيا بنا هلهول، علي أن أصنع الذهب، وإن بقي أي سنفور قد أتركك تأكله. علينا أن نجد بابا سنفور. نعم، سيعرف ما علينا فعله. ربما. ممتاز ممتاز، غدا ما إن يطلع الفجر سأحولهم إلى ذهب وسأصبح غنيا غنيا غنيا. أود لو ألكم وجه شرشبيل بنصف كيلوغرام. أتمنى أن يأتي بابا سنفور في الوقت المناسب. لن أتكل على هذا مازح، علينا أن نخرج من هنا وحدنا. نعم، لكن كيف؟ غبي، أظن أننا ضعنا. لم نضع سنفورة، لكننا لا نعرف أين نحن. هناك شخص قادم. هذا مخيف. لا تخافي سنفورة، سأحميك. أنا سأحميك. بابا سنفور، لقد خفنا كثيرا. شكرا للسنفرة أنك أنت.
غبي، سنفورة، ما الذي يجري؟ إنه شرشبيل، لقد أمسك ببعض السنافر، سيؤذيهم. نعم، سمعته يقول إنه سيحولهم إلى ذهب. إلى ذهب؟ عندي خطة، لكنني أحتاج إلى مساعدتكما، هيا معي. ولكن ماذا تفعل بابا سنفور؟ أصنع بعض الذهب لشرشبيل طبعاً، افعلا ما أقوله لكما، مفهوم؟ حسناً بابا سنفور، كما تريد. أنت شجاعة جداً يا سنفورة، الأمر خطر غبي، لكنك قادر عليه. لا تقلق حيالي بابا سنفور. قريباً سيغلي الماء، ترى من الذي سيذوب أولاً؟ هل هو أنت؟ يا لك من! ما هذا؟ إنه الذهب! المزيد من الذهب! ها؟ سنافر، أين أنتم؟ نحن نغلي في القدر! أخرجنا! بابا سنفور، ساعدنا! إلحق بي يا هلهول إن استطعت! سنافر، من هنا! ذهب! جبل من الذهب! هلهول، لا تدعهم يفلتون! الآن سنفورة! سوف تدفعون الثمن أيها السنافر، هل سمعتم؟ ستدفعون الثمن، نعم الثمن! شرشبيل، ما أعذب ما تقوله! النجاح! أحياناً يتطلب عملاً كثيراً وفشلاً متكرراً قبل أن تنجح التركيبة. فلنهتف لبابا سنفور! بابا سنفور، ولكن كيف شككت فيك؟ صحيح، لا تصدقوا كل ورقة تقرؤونها كما أقول دوماً، لهذا لم أصدق لحظة أن بابا سنفور قد فقد كل قدراته. عندما أتحرر سأكون غنياً يا هلول، غنياً غنياً. ما هذا؟ إنه بابا سنفور، إنه وراء كل هذا. سأنال منهم هلول، سوف أنال منهم جميعا. هيا بنا، هيا. آمل أن لا يكونوا قد بدأوا. مهلا، إلى أين تذهبون؟ ألا تريدون مفاجأة؟ إذن في هذه الحالة لا فائدة من إهدار هذه المفاجأة اللطيفة. وأخيراً سوف نستمع إلى سيمفونية بابا سنفور الجديدة. سمعت أنها قطعة جميلة. في هذه الحالة أريد منها قطعتين. إنها مقطوعة موسيقية وليست طعاماً. ولكن الموسيقى هي غذاء للروح. إذن روحي تريد سماعها مرتين. والآن سأسنفر لكم سيمفونية الجديدة. 1، 2، 3. توقف، توقف، هذا لن ينفع. ألم يعجبك عزفي؟ حسناً، الأمر أنه لا يمكننا عزف سيمفونية موسيقية بعزف واحد فقط، نحتاج إلى المزيد. نريد أن نساعدك بابا سنفور، لكننا لا نملك الآلات. اذهبوا وسنفروا بعضها. لا شيء، لا شيء على الإطلاق. أنا أبحث في الغابة منذ سنوات ولم أجد بعد قرية أولئك السنافر. لن أستسلم، صحيح هلهول؟ هلهول؟ انزل من عندك، أمامنا عمل نقوم به. سنفور أكول، لما لا تصنع آلة خاصة بك؟ لكنني أفعل، إنها طبلة إبريقية، يجب أولاً أن أفرغ الإبريق. حسناً يا سنافر، هل الجميع جاهز؟ نحن جاهزون بابا سنفور. 1، 2، و...
يا للسنفرة، لقد بدأوا من دوني. ما الأمر؟ أعتقد أنك عزفت نوتة خاطئة. حقاً؟ لا مشكلة يا سنافر، دعونا نبدأ من جديد. واحد، اثنان، و... والآن ماذا؟ منسجم، لعل السبب هو بوقك. أجل، دعني أجربه. إنه جيد. إنه كذلك. قد يعزف أفضل على آلة أخرى. هيا جرب هذه. هذا سهل. وجدت الحل، اعزف على المثلث. الأمر ميؤوس منه بابا سنفور. عزف منسجم ليس منسجما. ربما يمكنه أن يكون قائد الفرقة، أليس كذلك؟ فكرة جيدة يا سنفورة. واحد، اثنان، و... هذا ليس عدلاً، إنهم يشعرون بالغيرة فقط، ومن يحتاج إليهم؟ والآن سوف أسنفر بنفسي وسأريهم. ما هذا الصوت الفظيع؟ أيمكن أن يكون الرعد؟ كأنه عواء تنين مجروح أو صوت عملاق غاضب. إنه سنفور. يا لوقحتهم، يقولون إنني لا أجيد العزف، سيندمون لأنهم سنفروني خارج الفرقة. هكذا خاطرت لي فكرة عبقرية، سأتصرف بسرعة. لدي هنا ما أحتاج إليه، وقريبا سأقبض على السنافر أيضا. اتخذت قراري، سوف أعود إلى القرية، حتى لو توصلوا إلي فلن أعزف في فرقتهم، سوف أجيبهم. ستجيبهم بنعم. من أنت؟ لا تخف، فقد وصلت قرقورة الطيبة. أكره تلك الكلمة، أنا جنية، وما عليك سوى أن تخبرني بأمنيتك وسوف أحققها لك. ألا تتمنى أن تكون هيا الآن موسيقي. موسيقيا. لا فائدة من ذلك، السنافر لا يعجبهم عزفي. سيعجبهم الآن، مع هذا البوق العجيب سوف تعزف موسيقى رائعة. أشكرك يا سيدة الجنية. والآن اذهب وأريه لأصدقائك. سوف يقودني إلى السنافر مباشرة. مرحبا، انتظروا حتى تسمعوا هذا. لا، عاد مجددا. أنا أكره مجددا. إنه يدعى البوق العجيب وسيعجبكم كثيرا، اسمعوا. ماذا تسنفرون؟ هل هذه مسحة؟ ماذا حدث؟ هيا يمكنكم النهوض الآن. بابا سنفور، استيقظ يا بابا سنفور. هاي، هذا فظيع، علي أن أجد الجنية الطيبة. يوهو، هل تبحث عني؟ شرشبيل، أخيرا حان وقت الانتقام. ماذا فعلت بكل السنافر؟ ها؟ من أنا؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. أنت من قضى عليهم بواسطة آلتك الموسيقية. الآن ما علي سوى أن أتخلص من... لا! ولن يبقى سنفور واحد على وجه الأرض. مفاجأة أيها الجرذ، أنا أيضا أجيد السباحة. أركض قدر ما شئت، سوف أمسك بك. لا يمكنك أن تهرب مني، لقد أمسكت بكل أصدقائك الصغار الزر وأنت التالي. أي هناك حصى في حذائي وخاصرتي تؤلمني. تشنجت ساقي وعنقي تشنج. لقد أصبت بألم في المعدة، كما أن جيوبي الأنفية منتفخة و... كاد أن يسنفر بي، والآن يجب أن أعود إلى القرية.
ذلك الوحش الصغير الشرير هرب كالجبان، لكن لا يهم، لا بد من أنه عاد إلى قريته، والآن أصبحت أعرف تماماً أين تقع. سوف أتجه مباشرة ثم أدور إلى اليمين أو ربما إلى اليسار ثم إلى اليمين مجدداً. أو لا لا، لقد فقدت أثرهم. أنا أكره السنافر، أكره السنافر، كم أكرههم. أرجوك يا سنفورة استيقظي، هيا يا قوي استفق، انظر إلى هذا يأكل، إنها كعكة شهية مع الكريمة المخفوقة ولا فائدة، لا شيء يعمل، وهذا كله بسبب هذا الشيء المسنفر السنفوري. مهلا لحظة، بما أن التأثير كان من صنع الشرشبيل فلابد من أن لديه أيضا العلاج. سوف أعود يا سنافر. المصائد، الشبكات، أعددت الكثير من الفخاخ بحيث يعجز ذلك الصنفور عن الهرب. والآن علي أن أجد الكتاب السحري. أنت أيها السنفور، لقد أمسكت بك أخيراً. لم تمسك بي بعد. لا يمكنني سماعك ولكن أستطيع رؤيتك. سوف أحطمك، سوف أهرسك، سوف أطحنك، سوف أقضي عليك. آجلاً أم آجلاً سيصيبك الإرهاق وتصبح تحت رحمتي. عجباً، يا لها من سقطة عنيفة، وأكاد أن أفقد توازني. يهو، ما رأيك في نغمة مفرحة صغيرة يا سيد شرشبيل؟ لا لا، أرجوك لا تفعل، أرجوك. جاهز؟ 1، 2. لا أرجوك، أرجوك ارأف بي، لن أكون شريراً بعد الآن، أؤكد لك، أرجوك. حسناً، يقول بابا سنفور إنه لا يجدر بنا أن نسنفر شخصاً واقعاً في مأزق. لا لا، أها، الآلات الموسيقية العجيبة. ها هو البوق الموسيقي العجيب. أو لا، ليس هناك علاج معروف. أيتها الآلة الفاسدة. أيها السنافر، سوف ترقدون إلى الأبد. بذلت كل ما في وسعي ولن يبقى الآن سوى شيء واحد. سوف أعزف مقطوعة أخيرة تحية إليكم. أوه، توقف. لقد استيقظ. بالطبع، فهذه الجلبة تكفي لسنفرة الأموات. لكن هذا يعني أنني وجدت العلاج. لكن ما الذي يجري؟ إنها قصة طويلة يا بابا سنفور، بدأت عندما كنت متجها نحوه. إذن ودع شرشبيل أنه جنية طيبة. أجل، إذن سنفرنا نهاية سنفورية، والآن يمكننا أن نتابع التمرن على سنفونية الجديدة. رائع، أنا وبوقي جاهزان. ستدعونني أعزف، صحيح؟ حسناً، لا نعرف ماذا نقول. الأمر أنه هو، لا يمكننا رفض طلبه بعد كل ما فعله، أليس كذلك؟ بابا سنفور، لما لا؟ شاطر، إنها فكرة رائعة فعلاً. بما أنه أكثر أيام سنة سنفرة فلابد من أن نفعل شيئاً مسنفراً. أظن أنه علينا إقامة مهرجان. أكره المهرجانات. أوه، دعونا نسنفر بعض المفرقعات. أنا أكره المفرقعات. أو ربما حفل راقص مع فرقة موسيقية وما شابه. أنا أكره ما شابه. لا مفرقعات، لا حفل، لا مهرجان. ماذا تريد أن تفعل في عيد السنافر؟ أنا أكره عيد السنافر. كلنا يعرف أن غضبان نزق في بعض الأحيان، لكن يبدو أن له قلباً من حجر. عرفت، سنسنفر قالباً كبيراً من الحلوى. ولكن لما لم أفكر في ذلك؟
هذا بعض الطحين. أحضرت الحليب. انتبهوا، ها قد أتيت بالعسل. دعونا نرى الطحين. الحليب؟ غبي يحضر العسل. أوه، لكن لقد نفد منا البيض. يهو، انظر يا هلهول، هذا آخر اختراعاتي. إنها بيضة عجيبة، سأضعها هنا لتبرد، ثم عندما أترك على بيضة العجيبة مرة سيتحقق أي شيء أقوله أو أطلبه. تخيل ما يمكن أن أفعل بأولئك السنافر الأغبياء هلول. شرشبيل، باجوك جائع جداً. أوه يا للهول. بسرعة يا هلهول إلى الخزانة. باجوك يريد الطعام. يم 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 يم. باجوك يحب الأطايب. باجوك يحب البيض. إنها ساخنة، سأكلها فيما بعد. لا، لقد أخذ بيضتي العجيبة. هيا، يجب أن نستعيدها. باجوك سيأخذ قيلولة وبعد ذلك سيأكل البيضة. سمعت صوته هلول، هيا. ذلك الأحمق الكبير أغبى من إلى أين تأخذ بيضتي يا شرشبيل؟ إلى أين؟ النجدة. هلول، أوقف. البيضة. البيضة تذهب بعيداً. لكن بابا سانفور يقول إنه لا يمكننا خبز قالب من دون بيض. لابد من وجود بيضة في المكان. يقول بابا سانفور. ما هذا؟ أوه، لابد من أنها بيضة. أوه، يا لها من بيضة. يمكننا أن نسنفر قوالب الحلوى بواسطة هذه البيضة. أكره البيض. أين بيضتي؟ باجوك يريد البيضة. إنه باجوك. إنه ضخم ومخيف جداً. هيا بنا، هيا بنا. باجوك يريد البيضة. يا للسنفرة، باجوك آت. باجوك جائع، يريد البيضة. يبدو أنه رحل يا سنافر. دعونا. شرشبيل. شرشبيل، لا بد من أن البيضة موجودة هنا هلهول. أين بيضة باجوك؟ أريد بيضتي حالا. فلنرحل من هنا هلهول. هل رحلوا؟ أجل، هيا نسنفر هذه البيضة إلى القرية. أخاف من أن يعود شرشبيل الشرير وباجوك أيضا. انقروا على السنفور، يا ليتنا نصل إلى القرية. كيف ظهرتم هنا؟ ما الذي حصل؟ كيف ظهرتم؟ صحيح، كيف وصلنا إلى هنا؟ عدتم بهذه السرعة؟ يا للسنفرة، أين وجدتم تلك البيضة الضخمة؟ لا أعرف، لقد تدحرجت على التلة ثم وجدنا نفسنا هنا مع هذه البيضة. هدوء، لنخبز قالبا من الحلوى. سنفروا لي ملعقة. تفضل يا بابا سنفور. هذه البيضة قاسية. أي نوع من البيض هي؟ دعني أكسرها بابا سنفور. سأكسر تلك البيضة وإلا أصبح قطعة نقانق. النجدة، أنا نقانق، أنا نقانق. قال شيئا ما، ثم نقر البيضة وبعد ذلك وجدتها. هذه البيضة بيضة عجيبة. إنها بيضة عجيبة. أريد أن أجرب. أنا أولاً. كثيراً البيضة العجيبة. لا لا لا، أنا أولاً. أتمنى لو كنت ثرياً.
ليتني زهرية اللون وتغطيني أزهار زرقاء. أريد برميلا خشبيا كبيرا من العصير. أريد أن أكون أفضل عازف بوق في العالم. أريد أن أكون مثل بابا سنفور. أنا أريد أن أكون كبابا سنفور. لا، بل أنا أريد أن أكون كبابا سنفور. يا للسنفرة، سأضع حدا لهذه السخافة. هذا ليس عدلا، لقد تحولت إلى بابا سنفور قبلك. أنا تحولت قبلك، أنا الأكثر سنفرة وأنا بابا سنفور. ماذا يجري؟ إذا كنتم أنا فهل أكون أنا قردا؟ حان دوري يا كسلان. لا، ليس صحيحا، أنت سنفور ذو وجه قبيح كالغول. أوه لا، لقد أفسدت لي وجهي الجميل. أنت سنفور مغطى بالشعر ولديك أذنان كبيرتان وذنب طويل. يا لها من ورطة سنفورية، تلك البغدة العجيبة تجعل سنافري أنانيين ويرفضون الاستماع إلي. يجب أن أتخلص منها قبل أن تحولنا جميعا إلى قرود. دعونا نخبئ البيضة ونتناوب على تحقيق أمنيتنا الخاصة. أجل، سوف نحتفظ بها لأنفسنا. لقد اختفت، هناك طريقة أخرى لمعالجة الموضوع. مرحبا يا بابا سنفور. وبابا سنفور، وأنت أيضا يا بابا سنفور. ماذا تفعل في الواحل يا غبي؟ أنت أكبر سنفور أحمق في العالم كله. ماذا حصل لي؟ أو سنفروا بحياتكم. ماذا يجري يا سنفورة؟ كيف أصبحت صغيرة هكذا؟ بابا سنفور، بابا سنفور. ترياق مضاد، ترياق مضاد، لابد من أنه هنا. بابا سنفور. يا ويلي، أنت لست بابا سنفور، ما الذي تفعله هنا؟ قل لي. بابا سنفور لن يعجبه وجودك هنا، هيا ارحل، هيا ابتعد من هنا، هيا هيا إلى الخارج، هيا هيا هيا. بيضة باجوك. باجوك. أصبح باجوك سعيدا الآن، أعاد له السنافر البيضة. انزل من عندك أيها القرد السخيف، فسوف يعود بابا سنفور في أي لحظة. والآن خلاصة عصبة السنافر. انتظر حتى يعرف بابا سنفور بهذا. بسرعة يا سنفورة، علينا أن نجد تلك البيضة قبل أن تسنفر المزيد من الأضرار. لا بد أن البيضة في مكان هنا هلول. لا تأبه للأمر، لقد وجدتها. مرحبا بابا سنفور. مرحبا بابا سنفور. اليوم يوم المسنفر صحيح؟ والآن أين هي تلك البيضة العجيبة؟ هناك يا بابا سنفور، سوف نريك. هيا بنا، هيا بنا أسرعوا لنذهب. هلهول، بيضتي العجيبة، وأخيرا. والآن أستطيع محو أولئك السنافر المزعجين عن الأرض وإلى الأبد. ماذا سنفعل الآن هلهول؟ ما رأيك في طبق من السنافر؟ أنا أريد سنفورين على الطبق. ما هذا؟ لقد طلبت السنافر وليس نحيلين المقرفين. من النحيل؟ ومن المقرف؟ أيتها البيضة، أريد أكبر وأسمن. لا 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 لا، أريد أكبر وأضخم سنفور على الإطلاق. هل لا يخبرني سنفور بما يجري هنا؟ أنجو بحياتك. مرحبا يا بابا سنفور، كم أتمنى لو. لا تسنفر كلمة يا غبي. أيتها البيضة العجيبة، أتمنى أن يعود كل شيء إلى طبيعته. والآن بعد كل ما شاهدته اليوم، لم يتبقى سوى أمنية واحدة لا غير. عجبا، أمنية عجيبة أخرى. لأنكم تصرفتم جميعا بأنانية وسخافة بعكس طبيعة السنافر.
أتمنى لو تختفي هذه البيضة العجيبة وألا تسنفر مجددا. حسنا، أنا مسرور لأن كل شيء انتهى، مع كعكة أو لا كعكة كان عيد سنافر لا ينسى أبدا. انظروا ماذا وجد، أليست مسنفرة؟ لا. الآن يمكننا الحصول على مزيد من الأمنيات، بيضة أخرى. أنا الأول وأنا أريد. خدعتكم جميعا. كدت أنتهي يا هلهول. انظر يا هلهول إلى آخر ضربات عبقرية الشريرة. هذا سيحولني إلى شيء لن يقاومه هؤلاء السنافر المتذمرون. رقعة من ثمر السنافر، المكان المناسب لأوقع صنفورا. والآن القليل من هذا الشراب. يبدو هذا كصوت بكاء طفل، لكن ماذا يفعل طفل في الغابة؟ هذا لا يصدق، طفل سنفور؟ من أين عساك تأتي يا وسيم؟ لابد من أنك جائع جدا. سأخذك إلى منزلي وأطعمك ثمرة السنافر الشهية الصغيرة. يوهو جميعاً، مرحباً، انظروا إلى ما وجدت في الغابة. ماذا وجدت يا سنفور؟ طفل سنفور؟ من أين يأتي الأطفال السنافر يا مفكر؟ في الواقع الأطفال السنافر يأتون من هذا حقا سؤال سخيف يا غبي. انظرا إلى هذا الطفل، أليس جميلا جدا؟ جميل، لا أعتقد أنه جميل. أوافقه الرأي، في الواقع إنه بشع نوعا ما. إنه ليس بشعا يا مفكر، إنه فقط فريد من نوعه. طبعا هو ليس بسنفرة جمالي، لكن مع ذلك علي الاعتراف، إنه فريد من نوعه. أعتقد أنه مسنفر ورائع، لذا سأصنع له هدية. هل ذكر أحدكم الهدايا؟ سأحضر القليل من مربى ثمر السنافر. وعندي بطانية إضافية. سأسنفر بعض الأزهار. أنا أكره الأطفال السنافر. غوتشي غوتشي غو غارغا. تعال أيها الطفل سنفور، الآن سأحضر لك القليل من عصير ثمر السنافر الدافئ. عصير ثمر السنافر؟ يخ. مرحبا أيها الطفل السنفور، انظر إلى ما صنعت لك، إنه رائع صحيح؟ طفل صغير على أعلى الشجرة، وعندما يهب الهواء سيرقص مهده. هاي مهلا، لا تبكي رجاءا. سأسرع الهزة قليلا. مرحبا يا طفل. لا يمكنني إيقاف المهد. خبزت كعكة للطفل. هاي انتبه أيها السنافر اللي أعني جو 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 جو. مهلا، انظرا إلى هذا، لقد أحب كعكتي. أتعرف يا غضبان، هناك شيء مألوف جدا بالطفل سنفور هذا. ترى ما هو؟ غوتشي غوتشي جو. لا تلمسني أيها القذر، أعني جو 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 جو. قد أتذكر هذا لاحقاً، لنذهب يا غضبان، الطفل يحتاج إلى الراحة. ماذا يشرب الطفل؟ لا لا لا، ما هذه القذارة؟
رائحتها كالسم، والطفل الصغير كاد يشربها. أيتها الغبية، أعني الأطفال السنافر، الأطفال السنافر، لا يوجد شيء عن الأطفال السنافر. خلاصة نبات مر. في لحظة سأعود إلى شخصي الكريه مجدداً. ماذا؟ هل من سنفور هنا؟ ما الذي يسنفر هنا؟ عجباً، انظروا إلى هذا. من الذي سنفر كل هذه الفوضى؟ خلت أنني أقفلت هذه الخزانة. هكذا لقد أقفلتها. علي التفكير في شيء آخر. ما هذه؟ نبتة الصبار المتحجرة. هذا يعطيني فكرة شريرة جدا. لا 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 تمدرا. صباح الخير يا مغرور. ألم تسمعني يا مغرور؟ قلت لك صباح الخير، وأعتقد أنها لوقاحة تامة. ألا مغرور؟ واحد، اثنان، ثلاثة. يا قوي، هل سمعت بما حصل لمغرور ومفكر؟ إنهما متحجران. ما الذي يتسنفر هنا؟ لا أعرف، لكنني لا أريد التقاط العدوى، لكنها تلهمني لأكتب قصيدة غنائية عن التحجر. لنقف من دون حراك في أعلى هضبة عاصفة. ربما علي أن أغير القصيدة لكي أهرب من هنا. بابا سنفور، بابا سنفور، حصل شيء رهيب ومخيف. المشكلة يا سنفورة؟ شيء رهيب ومخيف يحول كل السنافر إلى حجارة. إلى حجارة؟ لا أصدق هذا. ماذا بشأن طفل سنفور؟ لا أعرف، أنا لا أجده في أي مكان. هيا بنا لنجد مصدر المشكلة. يا للسنافر المساكين، بسرعة اجلبوهم إلى مختبري. علي إيجاد علاج لهم. يا للسنفرة، دخل أحدهم إلى هنا. لا، نبتة الصبار المتحجرة. هذا ما حجر سنافري، لكن من يقوم بذلك؟ أنا أكره السنافر المتحجرين، وأكره تلك العربات أيضا. والآن ماذا؟ على هذا المعدل سأحتاج إلى سنوات عديدة لتحجير كل هؤلاء. أحتاج إلى طريقة لتفجيرهم معا. وجدتها، سأفجرهم كلهم. قريبا لن تكون هذه القرية سوى كومة غبار. عند الساعة السابعة ستغيب الشمس على هؤلاء السنافر للمرة الأخيرة. أين أنت أيها السنفور الصغير؟ تلك الفتاة المزعجة. أيها الصغير، الطفل السنفور، ماذا تفعل؟ سأفجركم كلكم أيها السنافر لتنقرضوا. شرشبيل، النجدة، أخرجوني من هنا. أجل، ستفي بالغرض. بابا سنفور، لقد اختفى الصغير. لا يمكننا أن نسنفره في أي مكان. وجدنا هذه فقط. تماما كما شككت، كان هذا من صنع الطفل سنفور طوال الوقت. ولكنه مجرد طفل صغير. إنه ليس طفلا، بل هو شرشبيل. شرشبيل؟ هل أعطينا كل السنافر الترياق؟ أعتقد ذلك بابا سنفور.
لن يطول الأمر الآن. هل سمعتم؟ الطفل هو شرشبيل. هو قصيدة غنائية عن التحجر. كسلان، بابا زنفور. بابا زنفور، هناك قنبلة مع الطفل. قنبلة؟ سنفر طفل قنبلة؟ إنها في البئر. هيا. بضع ثوان قليلة وينفجر المكان. لن يبقى أي سنفور. 3 2 1 وانفجار. ما الذي حصل لتلك القنبلة؟ تبا لكم، أين ذهبت قنبلتي؟ أنا أكره السنافر. إلى اللقاء يا شرشبيل. حسناً، عدت أخيراً إلى منزلي. ابتعد عني أيها الهر. لا لا. الهول، أيها الأبلة، هذا أنا الشرشبيل. قد وجدتها، تعويذتي المضادة. إلى ما تنظر هكذا؟ الهول، أيها الهر الغبي، كيف تجرؤ على مهاجمتي؟ لا تأبه للأمر. على الأقل لم يعد علي التشبه بصنفور. هذا مرعب. أين وضعت التعويذة الجالبة للسوء؟ لا أجدها. خلت أنني وضعتها هنا، لكن لا لا لا.